ميرسي على اتصالك يا علا. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مصطفى معانا. عايز اكلم الدكتور. اتفضل الدكتور، معاك، قول السؤال والبرج. 23/3 ده انا دكتور الحمل، عايز اعرف الصحه والمال والشغل والسفر. تشتغل ايه يا مصطفى؟ انا بشتغل في الانتاج الحيواني. بتشتغل ايه انت؟ ايه، انتاج حيواني؟ انتاج حيواني. طيب، وعندي قضية آخر شهر 9، عايز أشوف هنكسبها ولا مش هنكسبها. قضية ميراث، عنده قضية ميراث، عايز يعرف هيكسبها. أنا كنت هقول له عنده قضية ميراث. بص، قضية الميراث إن شاء الله يعني آخر 9 الموضوع هينتهي وجاي لك فلوس كتير حلوة. بس عندك إيه، مشاكل صحية شوي؟ لا، مفيش مشاكل صحية الحمد لله. لا، عندك أوجاع شوي، عندك أوجاع شوي بسيطة. أنا لو سمحت، زوجتي 22/3. زوجته 22/3 الحمل، هو الحمل وهي الحمل. لا، في بيناتكم توافق، بس انتوا اتنين عصبيين، اهدوا شوي. طب والاولاد لو سمحتي؟ عندي عبد الله 7/11. عنده عبد الله 7/11. عبد الله بكام عمره؟ عقرب. تلت اعدادي. شوي عم بيعذبك، اتحمله بس تقرب منه شوي يا يا مصطفى. علاء 8/3. علياء 8/3. الاء 8/3. الاء 8/3. عمرها كام؟ الحوت. دي فول اعدادي. انا عايز اعرف التعليم يا دكتوره، هيبقى وضعهم ايه في التعليم يعني التعليم هتمشي فيه ولا لا؟ علا كويسه، علا كويسه، دير بالك. الاء كويسه، دير بالك عليها لانه حساسه جدا. اهلا وسهلا فيك، ميرسي على اتصالك. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ميرفت؟ ازيك حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي قولي السؤال والبرج. ممكن اكلم الدكتوره نبيل؟ الدكتور معاكي، قولي لها السؤال. مفيش فرق بيني وبين. ازيك يا دكتوره هند؟ اهلا وسهلا حبيبتي، اتفضلي. ممكن اسال عن برجي 29/9/83. 29/9. انا منفصله واللي انا انفصلت منه 27/1. هي منفصله واللي هي انفصلت منه 27/1. في رجوع ولا لا؟ 29/9 هو شاد، هو 27/1 صح؟ وانا 29/9. لا، في نقاط ضعيفه يعني. قادر اقول لك هي الميزان. قال لك 6/10، 6.5/10، والله اعلم. اهلا وسهلا، ميرسي على اتصالك.